لا حاجة كويسة طبعا، وما اتعملتش الحاجات دي من زمان. ياما المترو اتشال، كان المفروض الطريق ده يوسع من زمان، اما هو جه متأخر بس الحمد لله. يعني طفرة هائلة تتحقق في مجال الطرق والكباري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي باتت تربط مصر من أدناها إلى أقصاها بهدف وضع حلول جذرية للاختناقات المرورية، لا سيما ما يحدث من تطوير بمحور النزهة المرغني الخليفة المأمون. هذا التطوير الذي طال أيضا الحفاظ على البيئة من خلال مشروع زراعة الأشجار والزهور على جانبي الطرق وفوق الطابق الخرساني لتزيد هذا التطوير جمالا يسر الناظرين. الزحمة خفت قوي وما بقاش فيه أصلا اللي هو ازدحام أو كده أصلا في الشوارع كلها، والدنيا بقت أحلى بكتير. يعني ابتدت الزحمة وابتدت العربيات وابتدت لكن دلوقتي بقت أجمل، جميلة جدا، والشوارع وسعت دلوقتي بقت أفضل طبعا، كانت الأول ضيقة دلوقتي بقت أوسع. سائقو المركبات من جانبهم أكدوا أن تلك التوسعات التي تشهدها الطرق والكباري بحي مصر الجديدة وفرت الكثير من الوقت والجهد إلى جانب إحداث السيولة المرورية. التوفير بالنسبة لنا كوقت، وقتي أنا ليا كشغل كراجل سواق، أنا عايز أودي الزبون بسلام وأرجع بسلام وما يكونش في زحمة، وده اللي بيحصل معانا دلوقتي. فكت مصر الجديدة كلها وخلت الشوارع ما شاء الله، وإحنا في عز الصيف بنلاقي الدنيا فاضية ونلاقي الدنيا فيها سهولة مرورية. الشغل اللي كان بياخد مثلا ساعة بياخد له 10 دقايق. من ساعة ل 10 دقايق فسهل يعني بكتير قوي. كان مشوار المحكمة ده على ما نروح المطرية كان ياخد له ساعة ونص، دلوقتي 10 دقايق من مصر الجديدة لغاية المطرية باخد 10 دقايق كباري على طول. إذن وبحسب الخبراء وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية صارت عازمة وبقوة على تحقيق التنمية المنشودة والتقليل من الحوادث، فضلا عن دعم البنية التحتية من خلال شبكة طرق قومية ومتطورة.